باسم الآب والاب والروح القدس إله واحد آمين. عايزة أقول لكم إن إحنا المنهج بتاعنا خمس أبواب. الباب الأولاني في المنهج بتاعنا اسمه العقيدة. الباب الأولاني عندنا اسمه إيه؟ العقيدة. يعني إيه عقيدة؟ يعني عقيدة مسيحية، يعني مجموعة أفكار المسيحيين يؤمنوا بيها، مجموعة أفكار المسيحيين يؤمنوا بيها. إيه هي الأفكار الأساسية اللي بدون الأفكار دي ما تبقاش مسيحية؟ يعني أنت لو جيت لي وقلت لي لا أنا مش مؤمن بالفكرة دي، أقول لك على طول لا كده أنت ما تعدش مسيحي. أول فكرة لازم تبقى مؤمن بيها فكرة إن السيد المسيح إله وليس إيه؟ وليس نبي. المسيح إله مش نبي. تقول لي طب اديني أدلة على إن المسيح إله. يا الأدلة كتيرة جدا. تعال نشوف الإله الأول بيعمل إيه. الإله بيخلق، وهو قايل كده، ربنا في كتابه المقدس قال كده، قال أنا اللي وحدي اللي إيه اللي إيه. اتفضل. لما العين المولودة إيه؟ برافو. خلق عين المولودة برافو. لما خلق عين للمولود إيه؟ أعمى. تعالوا نشوف الحكاية دي حصلت إزاي. طبعا إحنا عارفين إن الله لما خلقنا خلقنا من تراب. فالسيد المسيح لما جه يخلق عين المولود أعمى أو يشفي المولود أعمى، هو مولود أعمى يعني ما عندوش عينين أصلا، مش موجودة في التكوين أصلا في تكوين عينيه. فرح خد شوية تراب من الأرض وتفل عليهم، يعني بلهم كده، بقوا عاملين زي الطينة وحطوهم على عينيه، وبعد كده أبصر، يعني خلق له عينين من أول وجديد. يبقى المسيح إله. المسيح إله. اديني دليل على إن المسيح إله. الخلق، خلق إيه بقى؟ أقول لي خلق عين المولود إيه؟ خلق عين المولود أعمى. خلق إيه تاني؟ واحد أنتن. برافو. العازر أنتن بعد كام يوم قومه؟ 4 أيام. يعني العازر قعد في القبر 4 أيام، يعني خلاص ابتدى يتحلل وجسمه كله دمر بقى وابتدى يتحلل وأنتن زي ما قالوا كده بالظبط، يعني خلاص ما بقاش إنسان في حياة. وبعد كده قال له العازر هلما إيه؟ هلما خارجا. يبقى خلق المسيح خلق، ده خلق واحد بعد ما مات وأنتن بعدها بأربع أيام قال له إيه؟ قوم هلما خارجا. يبقى إيه؟ لعازر. طيب السيد المسيح خلق حاجة تانية؟ ها؟ من الموت، إقامة ابنة يايروس من الموت، قومها من الموت. حلو خالص. ده بقى دي معجزات اللي عملها السيد المسيح. طيب يبقى أنتوا كده بتتكلموا حلو قوي إن السيد المسيح إله لأنه خالق. طب السيد المسيح إله لأنه عايزين تقولوا عمل معجزات كتير. السيد المسيح إله لأنه عمل معجزات كتير. يعني إيه معجزة؟ معجزة يعني شيء خارق للطبيعة، يعني شيء غير متوقع من الإنسان، يعني الإنسان ما يتوقعوش، حاجة خارجة عن إرادة الإنسان. يبقى المعجزة هي حاجة خارجة عن إرادة مين؟ الإنسان. طب السيد المسيح عمل حاجات خارجة عن إرادة الإنسان، ما أنتوا بقى بتقولوا ده نبي والنبي يبقى إنسان، ده عمل حاجات خارجة عن إرادة الإنسان. تقولي لا بس في أنبياء قوموا من الموت وشافوا أمراض وحاجات زي كده، بس السيد المسيح كانت بكلمة منه بيقوم الموت، ما بيوقفش يصلي زي الأنبياء ما كانوا بيصلوا، ده بكلمة منه يقول للشيء كن فيكون، يعني كده. فهو بكلمة منه كان بيعمل المعجزة. يبقى السيد المسيح عمل معجزات كتير زي ما أنتوا قلتوا كده. إقامة الإيه؟ إقامة الموتى زي ابنة يايروس. خدوا بالكوا ابنة يايروس دي إيه اللي حصل. ابنة يايروس دي كانت ابنة لإنسان رئيس كده في المجلس، وبعدين قال له بنتي تعبانة جدا. السيد المسيح قال له أنا هاجي معاك وخففها لك يعني. وهو في الطريق جت واحدة نزفت دم شدته من إيه أو لمست هود بإيه، وهو ما كانش حد عارف يعني، ولا هي قالت ولا قالت لربنا ولا اي حاجه، لكن هو حس ان في قوه خرجت منه. ده في طريقه وهو رايح لمين؟ لابنة يايروس. عمل المعجزتين دول، معجزه نازفه الدم، معجزه ايه؟ نازفه الدم. الشاطر بقى اللي يقول لي نازفه الدم دي
كانت بقالها كام سنة؟ لا مش 15، 12. وانا هقول لكم ليه تعرفوا انها 12، لان ابنة ييروس كان عندها 12 سنة. ابنة ييروس اللي هي قومها من الموت كان عندها ايه؟ 12 سنة. لكن نزفة الدم كانت كبيرة، بس بقالها 12 سنة عندها نزيف وتعبانة جدا، ومفيش دكاترة بقى عارفة تحل لها المشكلة. والسيد المسيح بالمرة هو رايح لابنة ييروس عشان يشفيها، هي لمست هود بثوبه وخفت. قام في الطريق قالوا له ايه، لا تتعب المعلم، بنتك ايه ماتت. راح قال لهم قال له لا انا هروح معاك. راح لقى الناس عامله ضجيج ودوشه ومش عارف ايه، وعمالين يصوتوا ان البنت ماتت. قال لهم هي ما ماتتش، هي ايه نايمه. قعدوا يضحكوا بقى، قعدوا يضحكوا عليه، يعني اله في كلامه وهو بيعمل معجزات اله، يعني شوفوا البساطه دي. نايمه عادي، دخل قومها من الموت وقامت كلت. حتى في الكتاب المقدس يقول لك قامت كلت لانها كانت عندها 12 سنه، يعني عرفت تعتمد على نفسها، قامت على طول. اقامه الموتى، شفاء مين؟ نزفه الدم، ايه الابرص. طيب من ضمن المعجزات شفاء الايه؟ شفاء الابرص. ففي ناس بيقولوا لي ايه الابرص ده؟ مرض اسمه البرص، والمرض ده كان بيعتبروه اليهود نجاسة، فكانوا يبنوا مكان بعيد خالص برا البلد ويطردوهم ويقعدوهم فيه، لانهم كانوا بالنسبة لهم ناس ايه؟ نجسة، مش كويسة، محدش يقرب منهم. السيد المسيح بقى يعني حنيته بقى قبل ما يشفي الراجل ده، راح واخده ايه؟ واخده في حضنه، لانه هو مش محتاج بس للشفاء الجسدي، هو كمان محتاج للشفاء الايه؟ النفسي، محتاج يحس ان حد بيحبه وقابله. طبعا المرض ده كان بيبقى منتشر في الجسم، وحاجات كده بتبقى في الجلد، وبتبقى ريحته مش كويسه خالص خالص، عشان تعرفوا المسيح طيب قد ايه. ماشي؟ طيب دي المعجزات اللي عملها السيد المسيح. السيد المسيح اله؟ اه اله، بيخلق، بيعمل معجزات كمان. عنده سلطان مطلق. سلطان ايه؟ مطلق. ايه الفرق بين مطلق و... ويعني ومحدود؟ المطلق مالوش حدود، مفيش حد فينا يقدر يعمل حاجة بلا حدود. الله بس هو اللي سلطانه مطلق، هو اللي يقدر يعمل كل حاجة بلا حدود. عشان كده ما نتكلم بعد شوية فإزاي يعني إله يتجسد ويبقى وياخد جسم إنسان وإيه ده؟ يقولك عجيب، هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد. الشيطان نفسه ما كانش قابل الفكرة، كانت الفكرة بالنسبة له فكرة يعني خيالية، يعني فكرة صعبة. أيوة، ما هو يقدر سلطانه مطلق على كل شيء، يقدر يعمل كل شيء. المهم سلطانه مطلق على إيه؟ عمل إيه يعني؟ ده بكلمة كده خلى الرياح، اللي هو الرياح سلطانه مطلق على إيه؟ الرياح والبحر. طيب ده مرتين على الرياح والبحر، مرتين. طب اللي عايز يتكلم اتفضل قول يا كرولوس. اول حاجه لما كان معاهم في السفينه وكان نايم، تاني حاجه بعد الصعود لما كانوا في البحر وشافوا السيد المسيح جاي من بعيد، وبطرس حب ان هو يروح له، فعشان قله ايمانه. لا مش بعد الصعود يا كرولوس، بعد القيامه. لا مش بعد القيامه. انا هقول لك انت شاطر طبعا طبعا طبعا، برافو. هما مره وهم كلهم في السفينه، السفينه كانت كبيره، وكان قاعد في اخر السفينه كده، ومتى كان بيحكي الحكايه بالتفصيل. ده دليل على ان متى ايه؟ شافها وشارك، فكان بيحكي الحكايه بالتفصيل. المهم كان قاعد في، كان نايم في الاخر خالص كده ونايم، والسفينه عماله ايه الامواج ايه توديها وتجيبها توديها وتجيبها. المهم راح ايه التلاميذ قالوا له ايه يعني اما يهمك ان انا نهلك يعني؟ فراح المسيح قام وهدى الايه؟ هدى الرياح واسكت اسكت.
مش بقى قاعد يصلي ويقول يا الله العظيم سكت الرياح مش عارف ايه. اي نعم في اوقات كان بيصلي فيها السيد المسيح، بس الهدف تاني هنقوله بعد شويه. بس في حاجات بتبان ان هو اللي ايه اللي ليه سلطان وسلطان مطلق، وهو اللي بيسكت الحاجه. قال للبحر اسكت، ابكم اسكت، وسكت وهديت وتعجبوا. المره الثانيه اللي انت بتقول عليها دي بتاعت ايه؟ يا رب نجيني في حتى لو في الهزيع الرابع. الهزيع الرابع دي كانوا هم التلاميذ قال لهم السيد المسيح قال لهم اركبوا المركب بعد ما عملوا بعد ما عمل معجزه اشباع الجموع. معجزه اشباع الجموع ما ركزوش فيها. عارفين انتوا معجزه اشباع الجموع؟ خمس خبزات وسمكتين، اللي هي ايه؟ اللي هي خمس خبزات وسمكتين. لما كان هو عمال يتكلم معاهم، ومن كتر ما هو بيكلمهم وهم زي ما انتوا بتعملوا كده وحابين كلام ربنا وكلامه الجميل اللي بيتقال، فما نسيوا انهم ما كلوش فتره طويله. فالتلاميذ قالوا له اصرفهم، ده هي يعني هنجيب لهم اكل منين؟ قال لهم طب شوفوا اكل. المهم واحد معاه خمس خبزات وسمكتين، طلعهم وقسم الناس ورتبهم، إلهنا إله نظام، وإيه وابتدى يأكل الناس. وزي ما عدد التلاميذ 12 اتبقى منهم 12 قفة. يعني مش عارفة إيه حكاية 12 دي. 12 قفة اتبقت وراح واخدها خدوهم، يعني مش رموهم يعني، لأ لأ نظام برضو. المهم بعدها هم طلعوا المركب، مشيت بيهم شوية للعمق، وهو كان قاعد شوية مع ايه؟ يعني قاعد شوية بيصلي، اختلى بنفسه. وهو الواحد لما ربنا يعني احنا بقى هو نتشبه بالسيد المسيح في بعض حاجات كده، بس احنا ما نقدرش نبقى زيه اكيد، بس بنحاول. فلما حد لما ربنا يدينا نعمة كده في عين الناس او في عين حد، نختلي بنفسنا كده نتكلم معاه بقى. هي دي الخلوة بقى اللي انتوا برضو هنتكلم عليها بعد شوية، خلوة روحية. اقعد معاه واقعد اتكلم معاه كده، اشكره على النعمة اللي ادهاني وكده، عشان ما نسيبش المجد لنفسي. المهم راح ايه بعد ما خلص صلاة، حتى اقول لكم ايه، مش احنا ساعات كده يعني بنتكلم بنناجي نفسينا، يعني بيتكلم مع نفسه عادي. احنا نتكلم مع الهنا، وساعات بنتكلم مع نفسينا، دي حاجه كويسه صحيه قوي اللي يتكلم مع نفسه ده. المهم راح بعد ما خلص المناجاه دي ابتدى ايه يروح لهم، والامواج عماله، وكانوا اتبهدلوا بقى الهزيع الايه الرابع. هي دي فكره الهزيع الرابع، اللي هي يا رب انقذني ولو في الهزيع الرابع. المهم راح لهم ماشي على الميه. قام بطرس قال له انا عايز اعمل زيك، يعني بطرس قال له انا عايز امشي على الميه زيك. قال له تعالى، الاعمال اللي انا بعملها انتوا ايه هتعملوها؟ قاعد يفكر وهو ماشي على الميه، فكر ايه ده، ابتدى يتشكك بقى، ابتدى يقع. راح المسيح ايه قال له يا قليل الايمان لماذا شككت؟ انا معاكو انا معاكو طول الوقت، انتوا بتشكوا في ايه ولا خايفين من ايه؟ يعني هيحصل ايه طالما انا معاكو؟ هيحصل ايه يعني؟ حتى لو حصل حاجه تبان وحشه، وحول الهنا اللعنه الى بركه. ممكن تبان لك وحشه دلوقتي، لكن بعد شويه هتشوف الشغل بقى الايه، الشغل التمام، الشغل العجيب. ماشي. فالسيد المسيح كان عنده سلطان مطلق، قلنا على البحر، على الرياح، على الطبيعه كلها. الطبيعه بما فيها انت عارف حتى ايه الملائكه وايه والشياطين. الملائكه اللي هم اللي من نور، دول اللي بيخدموا ربنا واللي بيخدمونا، ربنا بيخليهم يخدمونا. ده حتى رئيس الملائكه الجليل ميخائيل بيبعته عشان يخدمنا ويعمل معنا معجزات. يعني الملائكه اللي احنا ما نستاهلش نبقى زيهم، هم بيجوا يخدمونا. ربنا ليه سلطان على الملائكة. عايزة بقى حاجة كده اتذكرت في الكتاب المقدس بتدل على ان ربنا ليه سلطان على الملائكة. لما كانوا ايه؟ قولي تاني. لما كان بعد ايه؟ برافو برافو شاطرة. لما كانوا بيخدموه على الجبل بعد 40 يوم. في حاجة تاني برضو. ساعة لما المسيح بعت الملائكة يبشر الست العذراء.
بعت الملاك السيد المسيح، لا دي بقى دي كان لسه السيد المسيح ما اتجسدش، ما كانش الابن كانش لسه اتجسد. اي نعم، بس بعت برضه عشان الملاك يبشر. مش هقول لك ماشي وبتاع لا مش دلوقتي. اتفضل. حكم بيلاطس قال له يعني انت مين والزمالك ليه؟ فقال له انا يعني لو عايشوا هنا فهم هيحاولوا هم ينقذوني ايدينا. ماشي يعني مش ممكن. لما هو بعت جمل المريمات القبر وجه بلغهم ان الرب يرفع عيني. برافو. ايوه انا عايزه كلام بصراحه، يعني عايزه كلام كده في الصميم. انا هقول بس اللي قالتها كانت حاجه حلوه قوي. اسمع معايا، كارين قالت حاجه حلوه قوي. قالت ايه؟ قالت ليه سلطان على الملائكه؟ لان السيد المسيح كان على الجبل بيتجرب وصام 40 يوم، صام 40 يوم من غير اكل، من غير شرب، من غير اي حاجه. طبعا الله الابن ظهر في الجسد، في الجسد، فهو دلوقتي في جسد بيجوع وبيعطش زي جسدنا بالظبط. فأربعين يوم صامهم السيد المسيح، فكان جعان جدا 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 وعطشان قوي، وادى فرصة للشيطان ان هو يجربه. راح قال له ايه؟ راح الشيطان قال له ايه؟ لو انت فعلا ابن الشيطان استغرب الفكرة جدا ان الله يتجسد ويظهر في صورة انسان، هم يعني مستغربها جدا، زي ملك عظيم كده يلبس لبس الناس البسطة ويمشي في الشارع في وسطي، مستغربين الملك ما يعملش كده. حتى الشيطان مستغرب الفكرة، والحد دلوقتي بني ادمين مستغربين الفكرة، الشيطان مستغرب الفكرة. ساعات الشيطان بيشككنا او احنا بنشكك نفسنا في الفكرة. الله قادر على كل شيء، واللي خلاه عمل كده المحبة الكبيرة قوي لينا. معرفش يمكن احنا مش متربيين على ان احنا نحب نفسنا قوي قوي، فمش مصدقين ان في حد بيحبنا قوي عظيم كده. لا، بيحبنا قوي، وكل واحد باسمه، وكل واحد شعره معدود، يعني خصلات شعره ليها عدد بالارقام. ماشي. المهم الشيطان قال له ايه؟ لو انت ابن الله حول ايه الحجاره لخبز. ما انت تقدر تعمل كل حاجه لو انت ابن الله. راح قال له ليس بالخبز وحده يحيى الانسان، بل بكل كلمه تخرج من فم الله. وجه نظرك لايه انت دلوقتي؟ السيد المسيح لما رد على الشيطان انه بيرد من خلال ايه؟ من خلال الكتاب المقدس. انت مش هتعرف تقاوم الشيطان لوحدك ابدا، ولا تقاوم العالم لوحدك ابدا. لازم ربنا يبقى معاك. هي دي المعيه الالهيه، المعية، انت معايا طول الوقت. فلازم المسيح يبقى معاك طول الوقت، الله يبقى معاك طول الوقت. طب هيبقى معايا ازاي؟ هنقول بعد شوية برضه يبقى معايا ازاي. بس يا فلوباتير، لازم ربنا يبقى معايا طول الوقت. اهم حاجة اقرا كلامه عشان اعرف ارد. اقرا كلامه. رد على الشيطان وقال له ليس بالخبز وحده يحيى الانسان، بل كل كلمة تخرج من فم الله. بعد كده جت الملائكة وخدمته وكل وشرب وكل حاجة. طب ما انت كلت اهو. عادي يعني. ما هو احنا جسمنا روح وجسد. الجسد محتاج اكل، والروح برضو محتاجة ايه؟ اكل. بس مش هفضل الجسد عن الروح، معلش. في اولويات بقى، دي الاولويات. اولويات روح وبعدين ايه؟ جسد. زي ما انتوا دلوقتي في ناس راح بعدين جت حضرة الحصة وبعد شوية هتروح ايه؟ هتروح تفطر عادي يعني، تتأجل ما فيش مشكلة، او اكل اي حاجة كده سريعا. وجات الملائكة وخدمته على الجبل بعد التجربة. طب اول تجربة كانت ايه؟ ان حول الحجارة لخبز. بعد كده راح قال له ايه؟ قال له طيب بقول لك ايه، هو مكتوب ده الشيطان، انت مش بتتكلم من الكتاب المقدس، انا كمان هكلمك من الكتاب المقدس. مكتوب انه يوصي ملائكته لكي لا تعصر بحجر رجلك، فارمي نفسك من على جناح الهيكل وهو هيك وايه وتشيلك. رد عليه بالمكتوب لا تجرب الرب اله، ما تجربش الرب الهك.
الثالثه ساعه لما حطه فوق اعلى قمه اعلى قمه وقال له شايف كل الممالك دي اسجد ليا وانا خليك ايوه لما قال له ايه شايف الممالك دي كلها ملكي ده الشيطان بيقول له كده كذاب قوي يعني كذاب موت يعني قال له كل الممالك دي بتاعتي اسجد لي وانا اديها لك اسجد لي ايه وانا اديها لك قال له للرب وحدك تسجد وهي وحده من الكتاب المقدس برضه انا ما بصوا اصل يا اولاد ايه بصي معايا احنا يا اولاد يعني عايزه اقول لكم احنا فاضيين يعني مش احنا ولا حاجه زي ما قال داود كده دوده انا لا انسان فلو انا حاربت لوحدي هحارب بايه ما حلتيش حاجه فسلاحنا هو كلمة ايه كلمة ربنا راح قال له ايه قال له للرب الهك تسجد وإياه وحده تعبد وزي ما قلت لكم جات الملائكة وخدمته وكان ليه سلطان على الملائكة بس كمان ليه سلطان على الشياطين بقى حدث ايه لا ما ممكن قولي مريم المجدلية كان عليها 7 شياطين صح مش عارفين ليه المجدلية كان عليها كام 7 شياطين خرج 7 شياطين من على مريم المجدلية طب ممكن حق يعني نرفع ايدينا اللي كان عند المقابر هو معدي وقال له يا خلاهم يأذنوا له هم يروحوا قتال شياطين في بقى احيانا يقال القصة اللي بتقولها كارين دي حلوة قوي كرولوس احيانا يقال ايه ان هما رجلين واحيانا يقال رجل واحد بس على العموم هو كان في راجل كده عايش في القبور والراجل ده كان معذب نفسه بطريقه رهيبه بيجرح في نفسه ويقطع في نفسه ويصرخ طول الوقت وكان متوحش جدا المهم السيد المسيح لما عدى من ناحيه الكره دي شاف الراجل ده فراح الراجل اول ما شافه قال له مالي ولك يا يسوع المسيح انت جاي ليه تهلكني جاي تهلكني هو انت جاي تموتني ده اول ما شافه يبقى خاف منه المهم راح قال له ايه قعد يتكلم معاه طبعا اللي بيتكلم هو الشيطان مش الراجل نفسه فقال له انت مين قال له احنا كتار قوي قوي احنا عارف اللاجئ احنا لاجئون لاجئون هو يقال ان كلمه لاجئ دي كلمه لاتينيه او لاجئون سوري لاجئون كلمه لاتينيه معناها يعني مجموعه من العساكر 6000 جندي بيقال فيعني انت كل ده كل دول على الرجل الغلبان ده وكان مبهدله المهم السيد المسيح راح قال له اخرج منه بكلمه واحده ولا بقى اخرج منه وراح ايه بسلطان خرجوا وطبعا انتوا عارفين قصه الخنازير ودخلوا في الخنازير الخنازير ما استحملتش يعني الراجل ده كان مستحمل بلاوي يعني الخنازير ما استحملتش وايه ودخلت على الميه وماتت وكده والناس اتضايقت من المسيح لانه ايه يعتبر الخنازير دي ماتت وكان مصدر رزقهم وكده بس طبعا الخنازير كانت ممنوع تربيتها لانه كان عند عادة عند اليهود انها نجسه وكده المهم يبقى سلطان على الشياطين وشوفنا حوار اللاجئون ده عنده سلطان مطلق على ايه تاني هو دي بقى مش سلطان مطلق دي معرفة الاحداث المستقبلية معرفة ايه اللي ممكن يحصل في المستقبل هو المسيح عرف مع حد ايه اللي بيحصل ايه اللي هيحصل في المستقبل قال له ايه برافو بطرس قال له يا بطرس انت بعد صياح الديك 3 مرات سوري ستنكرني 3 مرات قبل ما اديك ايه يا صيح هتنكرني 3 مرات قبل ما اديك صيح طبعا بطرس قال له لا يا رب بس فعلا انكره 3 مرات ولما اديك صح تذكر ده وافتكر ان ربنا قال له على كده لما المسيح دخل بيت سمعان الفريسي وجت المرأة ساكبة الطيب سمعان قال في نفسه لو كان هذا نبي لعلم من هي الامرأة التي تلمسه فالمسيح عارف هو قال ايه ثانية برافو عليك بس في حاجات ايه بتبقى داخلة علينا شوية ساكبة الطيب ولا اللي بكت بدموع عينيها على رجلين المسيح ومسحت رجليه بشعر راسها
سمعان الفريسي، يبقى سمعان ايه؟ سمعان الفريسي عزم السيد المسيح في البيت عنده، وايه وهو قاعد ربنا كده السيد المسيح جت ست كده بقى وما بطلتش بكا بكا والدموع من كتر. على فكره انا جربت حوار البكا ده ان تنزل كانها نقط ميه بجد. كنت في عزة كده وبعدين حد واحده من اهل الشخص اللي توفى كانت بتاخد منديل من، كنا في القاعه يعني بتاخد منديل من الترابيزه اللي قدامي وهي موطيه كده، لقيت شويه دموع نزلوا على ايدي. يعني لا في ناس بتعيط بجد قوي والدموع بتبقى نهر كده، فهي الدموع نزلت زي نهر على رجلين السيد المسيح وراحت ماسكه شعر. طبعا تاج الست بقى شعر راس، راحت مسكت شعر راسها مسحت رجليه. راح في سمعان بقى في بقى تنح. ساعات انت لما حد يتنح قدامك ولا بتفكر في ايه ده؟ لا المسيح بقى عارف هو تنح في ايه. راح قال المسيح قال له ايه؟ قال له سمعان هقول لك حاجه، كان في مديونين يعني اتنين عليهم دين، واحد ب500 وواحد ب50. السيد سامح الاتنين، مين هيحب السيد اكتر؟ اللي تسامح بالقليل ولا تسامح بالكتير؟ اللي تسامح بالكتير. هي حتى مهما كان عندها انا سامحتها خلاص، فيعرف اللي يحصل في المستقبل. في المستقبل عرف طبعا اللي هينكر هيبيعه او مين اللي هيسلمه، وكان يهوذا وقال له انا يا رب، وهو بياكل معاه كده قال له انا يا رب، قال له انت قلت. وبرضه يهوذا ما فهمش لانه كان ماشي ورا حاجه، فكره معينه ماشي وراها وخلاص، ومش ايه مش مركز غير فيها. جحش ومن اتان، فهتيجي تاخدوهم هيقولوا لكم انتوا بتاخدوهم من مين، فقولوا ان ربنا عايزهم. فده تنبأ بالمستقبل انه عارف منين ان هم هيلاقوا جحش وقتان. صح صح، لما تنبأ وقال للتلاميذ روحوا هاتولي أتان وجحش ابن أتان ساعة حد الزعف أو الشعانين. تمام. طيب دلوقتي هنقول ايه؟ قدرة السيد المسيح على غفران الخطايا. قدرة السيد المسيح على غفران الخطايا. طب ويعني ما يغفر خطايا؟ ويعني ايه ده؟ لا طبعا هي معروفه ان انا اسامح اللي يسامح ويغفر الخطايا واقول لك خلاص انت مبرر هو الله. عشان كده لما بنيجي احنا نتكلم على حد ونقول ده عمل وعمل ده يستاهل كذا وكذا، ربنا بيزعل جدا يقول لك انت حطيت نفسك مكاني. لا ما ينفعش كده. السيد المسيح بقى كان عنده قدره على غفران الخطايا، ومثل بسيط قوي قوي اداه للناس كلها كده بين ان هو يعرف اللي هو مفلوج. مين قال مفلوج؟ ايه المفلوج؟ ايه قصه المفلوج؟ مين يعرفها؟ مين عارف قصه المفلوج؟ ها قولي كارين. قم مغفوره لك خطاياك. بس ده حوار. شاطره طبعا، بس في حوار هنا. مش الناس بقى اللي بتحب تشغيل الدماغ، ركزوا معايا دلوقتي. الأصحاب المفلوج ده مفلوج وشايلينه أربعة وشايلينه على سريره. طبعا انتوا شفتوا الفيلم وشايفين ازاي السرير ده ممكن يبقى ملاية كده، هو مطروح عليها وكل واحد ماسك من ناحية. كانت البيت زحمة جدا اللي المسيح قاعد فيه، فطبعا هم ما عرفوش يدخلوا. قاموا ايه البيوت بقى زمان كده كانت عاملة كده من خشب وقش وحاجات زي كده معايا. قاموا شالوا السقف وقوم ايه ومنزلين المفلوج كده في النص قدام السيد المسيح. اول ما شافوا السيد المسيح قال له ايه؟ مغفوره لك خطاياك. اللي حواليه طبعا اتجننوا. نعم ايه مغفوره لك خطاياك دي معناها ايه؟ هو انت ربنا ولا ايه؟ عرف على فكره برضو دي عرف اللي في افكارهم. ها يعني هما ما بنش اعتراضهم قد ما هو برضو عرف اللي في افكاره. راح قال لهم ايه؟ هسألكوا سؤال. شوفوا بقى السؤال عشان تتعلموا بقى شغل الحوار. لما حد يسألك سؤال او يحطك في موقف رد عليه بسؤال وخليه هو في الموقف بقى. هسألكوا سؤال.
أيهما أيسر؟ يعني إيه أيسر؟ أسهل. أيهما أيسر؟ أن يقال مغفورة لك خطاياك، أو أن يقال قم احمل سريرك وامشي؟ السهل الفعل ولا الكلام؟ السهل الفعل. الكلام هو اللي سهل. لما أقول لك مغفورة لك خطاياك وامشي واسيبك، زي ما أقول لك قم احمل سريرك وامشي تقوم ماشي، وتقوم تحمل سريرك وتمشي، أنهي الصعب اللي أنا عملته؟ إن أنا خليتك تقوم من مرض بقالك سنين طويلة فيه. طيب أنا هقول لكم بقى عشان تعرفوا أنا ليا سلطان على السهل، هعمل لكم إيه؟ الصعب. قام قال له، قوم احمل سريرك وامشي. فللحال ايه؟ قام قال له ايه؟ ما تخطأش مرة اخرى وما تغلطش تاني. يبقى اللي قادر يخلي الواحد يقوم من المرض ويقوم من الموت قادر يغفر ايه؟ يغفر الخطايا. فهمتوا القصة عاملة ازاي؟ طيب السيد المسيح كمان بيرسل الروح القدس. يا نهار ابيض، يرسل ايه؟ الروح القدس. ارسله امتى؟ او وعد التلاميذ امتى؟ مين هيقول؟ يوم الخمسين. قال لهم ايه؟ هتحل عليكم الروح القدس وهتديكوا قوة. وفعلا اتحقق الموضوع وحل الروح القدس وادهم قوة. وبطرس اللي انكر المسيح ثلاث مرات ده في عظة واحدة، اول عظة ليه 3000 نفس خلصت. وبعدين كمان الروح القدس حل في اليوم اللي متجمع فيه اليهود من كل الشتات من كل مكان، فبلغات مختلفة، يعني بيتكلموا لغات مختلفة، فالتلاميذ كل واحد كان باللغة المناسبة لإيه؟ للمجموعة. هو إيه ده اللي بيحصل ده؟ إيه؟ قدرة ربنا. ربنا قادر على كل شيء، قادر على كل شيء، قدرته غير محدودة ومطلقة. إحنا في الباب الأولاني بنتكلم عن العقيدة، أول فكرة عندنا المسيح إله، تاني فكرة عندنا الصليب. ما حدش يقول المسيح ما تصلبش. انت مسيحي وبتقول الصليب ما المسيح ما تصلبش؟ ما ينفعش. الصلب، اله يتصلب؟ هو ازاي يعني ربنا يتصلب؟ فاكرين اللص اللي الشمال قال له ان كنت اله خلص نفس؟ يعني ازاي انت تتصلب؟ فاهمين؟ فلحد دلوقتي برضو ناس اله ضعيف كده. احنا بنقول بقى بالضعف اظهر القوه، بس قوه الحب اللي ما مش اي حد يفهمه بسهوله. ده ما يفهم يعني، مستبعده لبعض الناس فكره الحب دي، ان حد جامد قوي كده يحب حد دوده كده، يعني مستبعده ما اعرفش ليه. مع ان احنا ساعات نلاقي حته في ناس بتربي فران، يعني يقول الفار ده جميل قوي انا بحبه موت. احنا يعني بيحبنا ماشي. الصليب، ماشي. احنا عايزين نعرف رموز الصليب في العهد القديم، رموز الصليب في العهد الايه؟ القديم. يعني في شويه حاجات كده حصلت في العهد القديم بتدل على ان في حاجه اسمها صليب هتحصل في العهد الجديد. محرقه اسحاق. ايه محرقه اسحاق؟ حطب. حطب محرقه اسحاق. الحطب نفسه، الخشب اللي شاله اسحاق وهو طالع يقدم ابوه، يقدمه ذبيحه. طبعا عارفين مين ابو اسحاق؟ ابراهيم. وابراهيم كان رايح يقدم اسحاق ايه؟ ذبيحه. قام ابراهيم كان واخد الدبه بتاعته وحطت عليها الخشب اللي هو الحطب. وبعدين قام فضل ماشي ماشي كده لحد ما وصل لنقطه معينه، قام سايب الدبه دي وواخد الحطب. أمين شالوا عن أبوه؟ إسحاق اللي هيتقدم ذبيحة. أم شال الإيه؟ الحطب عن أبوه، وراح طلع بالحطب على إيه؟ على الجبل اللي هيتقدم عليه ذبيحة. مين بقى شال الصليب بتاعه اللي هو وزنه كان تقيل جدا؟ لو ما كنتش مخطئة يعني تقريبا 90 كيلو تقريبا يعني. بس السيد المسيح طبعا كان مضروب بقى وجلدات وحاجات، فكان جسمه متجرح وبينزف. واللي يسمع، عارفين انتوا فيلم ألم السيد المسيح ده، اللي يسمع الشخص اللي مثل دور السيد المسيح قد ايه هو تعب لمجرد انه سمح للناس اللي بتضربه انه يعني يجي له مثلا طرف البتاع الكرباج ولا بتاع، فقال انا ما رضيتش اقول لهم
ان انا ايه بتعب او في حاجات بتيجي لي فعلا وبتعورني عشان عايزه احس ولو بجزء من الام المسيح اللي اتالم بيها. كان نفسي احس بدي واشاركه في دي. فالمهم بقى ايه، فالمسيح كان متالم جدا ومع ذلك شال الصليب وطلع بيه وبتاع فوقع فمش عارف ايه. لكن مين اللي شبهه شال الحطب بتاعه وطلع؟ اسحاق حطب المحرقه. ايوه، ايه قصه الحيه النحاسيه دي؟ كما رفع موسى الحيه في البريه كذا. شاطر يا كرولوس، شوفوا ناس متربيه في كنيسه دي. ده حقيقه على فكره، انتوا كلكم متربين في الكنائس، بس المشكله ان في حد بيقعد في الحوش وحد بيدخل الكنيسه. ممكن اتكلم؟ خلاص نبتدي. احنا كنا بنقول ايه من رموز الصليب في العهد القديم؟ حطب محرقة اسحاق والحية النحاسية. وبعدين كان حد بيسألني كده بيقولي ايه ده، ايه حوار الحياة النحاسية دي؟ عشان في حتة كانت ايه دخل يعني مش هضمنها شوية. ايه هي؟ هقول لكم الاول ايه اللي حصل. اللي حصل ان شعب ربنا ايام موسى عمل عجل من الذهب وراح ايه عبده. ايام موسى النبي عمل عجل من الذهب وراح عبده وقال هو ده الله. بعد ما شفتوا كل الحاجات اللي عملها معاكم ربنا دي، احنا بيحصل ساعات معانا كده، بيبقى لسه عامل معانا معجزات، يعني معجزة ولسه حاسين بوجوده، وبعد كده نقوم عاملين حركات مش قد كده. هي مش اللعبة العشرة اللي هي ايه؟ لا 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 لا، ده دي حاجة بداية. هقول لك حاضر، مش العجل ده لما عملوها ما كان موسى على الجبل بيستلم الوصايا وهارون عمله؟ اه لا 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 لا، هقولك حاضر يا حبايبي. لا هقولك حاضر، منا بيسألوا نفس السؤال. هقولك على حاجة يا ولاد، لا بصوا مركزين معايا. الأول خالص أيام الحياة النحاسية مش قصة خالص موسى لما كان خايف يروح لفرعون، فراح ربنا قال له ما تخافش وروح. قال له طب أنا أروح إزاي؟ قال له العصاية اللي معاك حولها الحية. أما حولها الحية مش هي خالص، أما حولها الحية أكلت الحياة بتاعت كل السحرة اللي موجودين. مش القصة دي خالص، لا دي قصة تانية. الحية النحاسية دي هقول لكم القصة إيه. شعب ربنا أيام موسى عمل عجل ذهبي من الذهب وعبده، ربنا زعل منهم خالص. الزعلة دي كانت مش على الشعب المصري، كانت على شعب ربنا. زعل منهم، بقى في حيات يعني تعبين، اللي تلدغوا يموت على طول، يعني اللي تلسعوا كده يموت على طول. مات كتير قوي من الشعب. موسى اتضرع لربنا وصلى له وقال له يا رب كده انا مش عارف اتصرف وده شعبك واعمل ايه. قال له خلاص يا موسى هنحل الموضوع. طب هنحله ازاي؟ قال له بص، اعمل حية من نحاس، يعني هات شوية زي ما عملوا العجل من الذهب، اعمل حية من النحاس. جاب نحاس وراح عمل بيه ايه شكل الحية. ماشي الحية دي، وقوم ايه كده حط الحية قدام الناس على خشبتين متعمدتين كده، حية من نحاس على صليب، واللي يبص للحية كده هيشفى، زي ما يبص على المسيح للمسيح على الصليب هيشم من عرضه الروحيه وكل حاجه. يبقى مثل نفسه بالحيه الايه؟ بالحيه النحاسيه، زي ما شبه نفسه المسيح قبل كده بادم. ما هو ادم الاول بيه دخلت الخطيه، ادم الثاني المسيح دخلت الحياه الابديه. نزل يا ولدي. ماشي، يبقى هنا ايه؟ الحية النحاسية كانت مثال السيد المسيح، بتكلم ورا؟
الحية النحاسية كانت مثال السيد المسيح، والخشبة اللي محطوط عليها الحية النحاسية كانت مثال ايه؟ الصليب اللي اتعلق عليه السيد المسيح. عرفتوا الفرق بين حياة موسى الأولانية أيام فرعون والحية النحاسية وقت ما الشعب أخطأ؟ طيب، يبقى رموز السيد، رموز الصليب في العهد القديم حطب المحرقة بتاع إسحاق، والحية الايه؟ والحية النحاسية، وبعدين بركة مين لمين؟ يعقوب لأولاد مين؟ لأولاد يوسف، لأولاد يوسف منسى وإفرايم. إيه اللي حصل؟ اللي حصل إن يوسف جاب عياله الاتنين قدام أبوه عشان يباركهم، قام حط عشان البركة كانت باليمين كده، يحط الكبير البكر قدام إيده اليمين والصغير قدام إيده الشمال قدام إيد أبوه، عشان عينيه كانت ابتدت تضعف الأب فمش شايف كويس. فالمهم راح حاطط يوسف، حط ابنه الكبير عند ايد ابوه اليمين، ابوه اللي هو يعقوب، والتاني الصغير كده. راح ابوه عمل كده، مثال ايه؟ صليب. مثال الصليب، عمل كده، قال له مش كده يا بابا، ليس هكذا، وراح عدل له ايديه، راح رجع وعملهم كده تاني، حاجه كده بينه بقى وبين ربنا. هو فهمها، مش ضعف عينين ولا حاجه، هو عايز يعمل كده، يدي البركة للصغير زي ما برضو إسحاق ادى البركة ليعقوب الصغير عن عيسو الكبير. هو عمل كده برضو يعقوب لولاد يوسف، وعمل اللي هي التقدمة أو البركة لولاد إيه؟ لولاد يوسف بالطريقة دي. فاهمينها؟ طب دي رموز الصليب فين؟ في العهد القديم. الصليب أصلا طيب إيه أهميته في حياتي؟ ايه اهميته؟ يعني هو مهم؟ مهم في ايه يعني؟ اقول لكم مهم في ايه. طبعا هو مهم جدا. اقول لك مثل بسيط لماري جرجس عمله عشان تعرف بس قوة الصليب استفيدوا بيها. قول برافو عليك. رشم الصليب على السم، والسم ها؟ والسم ايه؟ ما بقاش سم. هو الاول ايه قال لهم؟ ايه؟ اشرب من هنا على الكاس، اشرب من هنا ولا من هنا ولا من هنا ولا من هنا؟ قالوا له اشرب من الحته اللي تريحك. هو بيرشم الصليب، فهموا بقى، راحوا ربطوا له ايديه في المره الثانيه، قال لهم ارشم اشرب من هنا ولا من هنا. طيب معايا شباب؟ دلوقتي احنا بنقول ايه اهميه الصليب؟ يعني هو بيقول لك اصلا الصليب، علامه الصليب عند الهالكين جهاله، اما عندنا نحن المخلصين فهي قوه الله. مجرد رشم الصليب كده قوه الله؟ طبعا، احنا قلنا دي عقيدتنا، الصليب عقيدتنا. وانت بترشم الصليب بتقول باسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. فدي عقيدتنا ان الله ثلاثة اقانيم واله واحد. يعني ايه ثلاثة اقانيم واله واحد؟ يعني زي ما يعني انا هو عقل وجسم وروح. لانتوا شايفين عقلي؟ لانتوا شايفين عقلي ولا شايفين روحي، بس شايفين ايه؟ جسمي. الله اب وابن وروح قدس. احنا برافو، احنا شفناه في الابن. الابن هو اللي خبر، هو اللي قال لنا عنه، ما كناش بنشوفه. الصليب قوة الله. طب ادينا امثلة على ان الصليب بيعمل معجزات. مجرد رشم الصليب بيعمل معجزات. قلنا ماري جرجس، قلنا ماري جرجس، وحد تاني؟ ما احنا عايزين بقى حاجة معينة. اقول لك الانبا برسوم العريان، فاكرين الانبا برسوم العريان لما راح مغاره كده وجي يدخلها لقى تعبان متوحش، يعني تعبان من التعابين الضخمه المتوحشه. المهم راح ايه؟ رشم عليه الصليب وتعايش معاه وبقى عايش معاه. ماشي، بقى عندنا مثالين اهو، ماري جرجس ومين؟ والانبا برسوم العريان. طيب يبقى أهمية الصليب في حياتنا، بيدينا قوة، بيحافظ علينا، هي رسالة الفداء بتاعتنا. من خلال الصليب عرفنا إزاي ربنا بيحبنا إزاي. ماشي يا شباب؟
طيب عقيدتنا افكارنا الثابته ان المسيح اله وان المسيح اتصلب على عود الصليب وان في حاجه اسمها المجيء الثاني. ليه هو كان في مجيء اول؟ اه طبعا المجيء الاول لما السيد المسيح لما الله تجسد وتأنس. تجسد وتأنس يعني ايه تأنس؟ خد شكل انسان. تجسد بقى واخد صورة شيء مادي. لا مش الجسد، شيء مادي. ما هو قبل كده تجسد مثلا، الله تجسد مثلا في العلية في الشجرة مثلا، يعني ابتدى يتكلم من خلال الشجرة. فالتجسد لوحده لا، اسمه تجسد وتأنس. تأنس خد صورة الانسان، خد شكل الانسان. طب المجيء التاني ده شكله ايه؟ ايه المجيء التاني ده؟ ان المسيح هيجي وهو قبل ما يجي هتظهر علامة ابن الانسان في السماء. يوم ما هيجي المسيح في المجيء التاني هتظهر علامة ابن الانسان في السماء. دي الاحداث. ايه علامة ابن الانسان هي ايه علامة ابن الانسان؟ الصليب. هيظهر يعني. انا ساعات بروح عند حد كده او اماكن مسيحية الاقيهم عاملين صليب فين؟ في السقف ده، يعملوا صلبان كده في السقف. هو كده في المجيء الثاني احداث الصلاة، احداث المجيء الثاني هيظهر علامة ابن ابن الاله في الصلاة او ابن الانسان في الصلاة في السماء. هتظهر علامة ابن الانسان في السماء اللي هي علامة الصليب. لكن اصلا في المجيء الثاني ايه اللي هيحصل؟ بصوا هيحصل حاجتين. الاموات هيقوموا، اللي هم الاموات المنتصرين والاموات الغير منتصرين. مين الاموات المنتصرين؟ اللي هم انتصروا بقوه الصليب دول، اللي هو ولاد ربنا يسوع المسيح دول، اللي هم امنوا بالمسيح دول. ماشي؟ هيقوموا من الاموات، بس طبعا ايه؟ الابرار. مش مجرد ان انا اسمي على اسم المسيح هبقى تمام، لا، ده انت ممكن تبقى عصر اللي حواليك. لا خد بالك. يبقى الأبرار هيقوموا من الأموات بأجساد ممجدة، أجساد ممجدة نورانية مضيئة، لا تجوع لا تعطش، لا تتألم، ما تتألمش. بنشبهها بواحد بقى إيه؟ تمام، يعني واكل أحلى أكلة بيحبها وشارب أحلى حاجة بيحبها ونايم ومرتاح وكل حاجة. فهو تمام، مش عايز أي حاجة ولا حاجة وجعه ولا أي. هو كده بقى. فلها المنتصرين هيقوموا من الأموات بالحالة دي، لا بيتألموا ولا تعبانين ولا جعانين ولا عطشانين ولا أي حاجة، تمام، في حالة تمام مضيئة نورانية ولا يفنوا. يعني الحياة كده هتفضل إيه؟ خالدة، يعني مستمرة. والغير منتصرين بقى يتألمون، هيبقى في ألم بس كمان مش بيفنوا، يعني إيه؟ مش هيموتوا، هيفضلوا في حالة الألم دي. تمام؟ ده المجيء الثاني. خلاص، دي عقيدتنا يا شباب، اللي هم الثلاث موضوعات اللي في الوحدة الأولى، اللي هي ايه؟ ها، المسيح إله والصليب والمجيء الثاني. عقيدتنا دلوقتي احنا هنتكلم في الوحدة الثانية عن العبادة. العبادة، اوعوا تفتكروا ان احنا عبيد. لا يدعونا بعد عبيد بل أبناء. احنا أبناء، احنا ابناء مش عبيد. امال ايه العباده دي؟ العباده ممارسه الحياه الروحيه، ازاي اعيش بالروح مش بالجسد، زي ما ربنا قال لي اسلكوا بالروح مش بالجسد. ازاي اعيش بالروح؟ تعيش بالروح بثلاث حاجات. تعيش بالروح بكم حاجه؟ يبقى الوحده الثانيه بتكلمنا عن العباده، ازاي امارس حياتي الروحيه ويبقى في صله قويه بربنا. خدوا بالكم، كنا نقول ايه؟ حولوا حياتكم لصلاة، صلوا كل حين ولا تملوا، طول الوقت تصلي. فناس تقول ايه؟ اصلي اصلي ازاي؟ ايه ازاي اصلي انا طول اليوم؟ يعني ازاي اصلي طول الوقت؟ اقول لك حاجة، الصلاة هي الصلة المستمرة مع ربنا. ده في حاجة اسمها الصلاة السهمية. يا رب يسوع المسيح ارحمني، يا رب يسوع المسيح انا بحبك، يا رب يسوع المسيح شكرا،
يا رب يسوع المسيح انت عظيم، يا رب يسوع المسيح خليك معايا، يا رب يسوع المسيح انا ما اقدرش على الحوار ده، يا رب يسوع المسيح عايز كلية حلوة، يا رب يسوع المسيح اديني كلمة اعرف ارد على اللي قدامي. فدي اسمها الصلاة الايه؟ سهمية. سهمية، بتوصل لربنا كده سهم سهم. بس السهم بقى ساعات بيبقى يعني ايه، مش براس واحدة كده يوصل لربنا، ساعات يرتد عليك انت لما تتكلم عن ربنا بايه، يعني بطريقة مش كويسة، يعني تتكلم او تستهزأ او تسخر. لا اوعى تعمل كده، وده اللي بينتشر بقى على الفيسبوك والكلام ده، الواحد بيبقى زعلان قوي ما تلاقي حاجات في الكنيسة، بنقول نكت على حاجات في الكنيسة، اروح اقعد في التكييف في الكنيسة، اصل الجو حر ودرجة الحرارة والنور بيتعف اعمل في الكنيسة. ايه الكلام ده؟ مش اي حاجة. احذر احذر انك تاخد كلام ربنا او تصرفات او حاجات في الكنيسة او كتاب المقدس او معجزات، يقول لك ربنا فرح ب او زعل او مين، بطرس انكر المسيح عشان المسيح شفى حماته. ايه ده؟ اوعى تقول اسم ربنا باطلا، احذر من دي. بيقول لك في اخر الايام سيهلك حتى ولو امكن المختارين، واولون اخرون واخرون اولون. ممكن تبقى في الصفوف الاولى لكن تتفاجئ، يقول لك بعد الشر، يعني يقول للوحشين يعني اذهبوا عني يا ملاعين، يقولوا احنا كنا بنعمل معجزات باسمك، تنبأنا باسمك، اخرجنا شياطين. لا مش اي ده دي ساعات بتبقى حاجات كده مش من عند ربنا، من عند اللي من عند ربنا فعلا انك يبقى لك صله قويه بربنا طول الوقت طول الوقت، حاسس بحضوره معاك. هي دي زي ما قلت لكم ايه، لما يقول لك ربنا في كل وقت معاك حتى في شغلك. في شغلي ازاي يعني اقعد اقرا في كتاب مقدس وانا في شغلي؟ لا يا حبيبي، راعي شغلك واعمل شغلك واعمل اللي عليك واقعد ذاكر، بس معاك جنبك كام ربنا جنبك بيساعدك، بتكلمه ما بين الوقت والتاني. هي دي العبادة، العبادة الممارسات الروحية. أول حاجة الكتاب المقدس. في مرة كنت ماسكة شنطة صغيرة فلقيت واحدة صاحبتي بتقول لي، أنا بستغرب قوي من الشنطة الصغيرة دي زمان يعني، قالت لي بقولها ليه، قالت لي أصلي هتحطي فيها الأجبية ولا كتابك المقدس ولا هتحطي، زمان ما كانش فيه بقى الموبايلات اللي عليها إيه الحاجات دي، فعلمتني ده ان انا طول الوقت انا معايا كتابي المقدس يتحط في ايه، في شنطتي. ايه ده؟ اتعلمت منها بصراحه انه انت طول الوقت كتاب مقدس في شنطتك وانت رايحه وانت جايه ايه ده، حاجه جميله. فالعباده على طول الكتاب المقدس معايا، وعلى طول في حاجه اسمها خلوه. الخلوه، الخلوه انه اقعد مع نفسي ومع ربنا، خلوه اختلي بنفسي واختلي بربنا، دي العبادة. طب الكتاب المقدس ايه؟ كتاب يعني ليه سموه كتاب مقدس؟ الروح الايه؟ الروح القدس، لان كل الكتاب موحى به من الروح القدس. يبقى يشير الكتاب المقدس وترجع تسميته الى ايه؟ الروح القدس. ترجع تسميته لايه؟ للروح القدس، عشان كده اسمه الكتاب المقدس. لكن محور الكتاب المقدس هو السيد المسيح، من أول آدم الأول واللي حصل له والطرد والذبيحة ومش عارف إيه وإيه وإيه وكل الحوارات دي كلها، كل الحاجات اللي حصلت دي كلها والأحداث دي كلها، لحد ما يجي آدم الثاني والرسالة و12 تلميذ فقراء ضعفة مهزوزين مضطربين، بعد كده يحل عليهم الروح القدس، يبشروا في العالم كله. معرفش توما الشكاك يروح الهند، معرفش مرقس يروح ليبيا، اليونان وما حدش يقدر عليهم فلاسفة بقى، وهيقعدوا يعني انتوا عارفين يحبوا الحوارات الفلاسفة دول يحوروا. راح لهم مين؟ بولس. فشوية بولس بقى يعتبر من الرسل، ما هو كده شوية تلاميذ 12 تلميذ، لكن كانوا 70 رسول وناس كتيرة كانت بتبشر يعني، ماشي. فالكتاب المقدس بيدور حوالين السيد المسيح، يبقى محور الكتاب المقدس هو السيد المسيح، لكن تسمية الكتاب المقدس ترجع للروح القدس.
الروح القدس. طب ايه اهمية الكتاب المقدس في حياتنا؟ ايه الاهمية؟ ليه اقرا كلام ربنا كل شوية؟ يعني انا سمع صوت يا شباب، انا سمع صوت هنا. ليه اقرا الكتاب المقدس طول الوقت؟ اصل معلش انا هعرف الطريق ازاي؟ يعني انا قلنا في اول حصه كده انه انا يعني دوده لا انسان، يعني انا مولود كده ما اعرفش اي حاجه في اي حاجه. مين هيعلمني؟ مين هيعلمني؟ الكتاب المقدس هيعلمني. فكلام ربنا بينور لي الطريق، سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي. يعني اللي هينور لي الطريق فعلا هو كلام ربنا. فالكتاب المقدس مهم في حياتي لاني بيعلمني حاجات كتيرة بتنور لي الطريق. حاجة تانية انه بيعلمني تعاليم انسانية راقية جدا. يعني حتى اللي مش مؤمن بالسيد المسيح يقول لك ايه ده، ده انا ما شفتش، ده ما شفناش حد كده مثالي قوي كده وجميل قوي كده. وكتب التاريخ او المؤرخين، يعني المؤرخين يحكوا عن السيد المسيح اللي هما شافوه وازاي كان بيتكلم بقوة وبعظمة وبإنسانية قوي. يعني حب عدوك، حب عدوي. عشان كده انتوا يا جماعة على فكرة متربيين على تعليم المسيح بس انتوا مش واخدين بالكم. يعني اتحدى ان الاقي، يعني ممكن يبقى في حد قليل، يعني انه حد يكره الخير لحد، حد يأذي، حد يأذيني وانا اتمنى له انه ربنا يحط فيه يعني اتحدى حد فيكم كده. مش بحس ان احنا فينا الحته دي، نتمنى الشر لعدونا. دي احنا مش كده خالص. ليه؟ بس انا متضايق من فلان ده اذاني. بس لما تفحص جوه نفسك هتلاقي نفسك متضايق من فلان، ممكن تحذر من التعامل معاه شويه عشان لا تضايق ولا يضايقك. لكن لو حصل له حاجه كويسه تبقى مبسوط، حصل له حاجه وحشه تبقى زعلان. وبالعكس ده انت ممكن تصلي له ربنا يحوش عنه. يعني ده ما هو ده بقى التعليم الرقية اللي جوانا ومزروعه جوانا واحنا مش حاسين بيها. حب ايه؟ حب عدوك، حب قريبك كنفسك. ربنا قال لنا خليكوا زي السامري الصالح. ايه حوار السامري الصالح ده؟ ربنا قال لي خليك زي السامري الصالح. يعني بص بقى، كان في واحد، اصل في ناس سالوا المسيح قالوا له ايه، قالوا له مين هو، قال لهم كده حب قريبك كنفسك، ماشي. قال لهم ايه، فسالوا السيد المسيح قالوا مين اخويا؟ يعني بيقولوا للسيد المسيح مين اخويا ده؟ قال راح قال لهم احكي لكم حكايه. طبعا ايه، كان دايما يكلمهم بامثال وحكايات، امثال وحكايات، بيبسط لهم الحكايه. وهي دي الترميز، الترميز الحاجات يعني تبسيط المعلومه. يحكي لهم حكايات، يجوا التلاميذ يقولوا له انت بتحكي لهم امثله، بيقول لهم ايه؟ قال للتلاميذ بس انا بقول لكم بقى تفسير الامثله. كان بيفصل للتلاميذ عشان بيعدهم ان هم ايه هينشروا الرساله بعد كده. المهم فقال لهم انا هحكي لكم حكايه. لما بيقولوا له مين اخونا؟ قال لهم هحكي لكم حكايه. او مين قريبنا؟ هو الايه كانت بتقول حب قريبك كنفسك، فمين قريب؟ يعني مين هو قريبي؟ راح قال لهم ايه، هقول لكم. كان في واحد طلع عليه لصوص ضربوه وجرحوه وطرحوه ومرمي في الارض وبيموت يعني. قام عدى عليه كاهن، بص عليه وسابه ومشي. عدى بعد شويه عليه انسان بسيط، انسان زيه يعني من نفس، عدى عليه ومشي. اخر واحد عدى عليه واحد سامري، والسامريين ما كانوش بيتعاملوا مع اليهود زي فلسطين واسرائيل كده، ما يتعاملوش مع بعض. السامريين واليهود مش بيتعاملوا مع بعض، وطبعا اللي ما كانش بيتعامل مع التاني اليهود ما كانوش ايه بيتعاملوا مع السامريين، وشايفينهم يعني ايه ما نتعاملش مع دول. فالسامري عمل ايه؟ السامري عمل ايه؟ السامري عمل حاجة حلوة تعلمه منه، مش تتعلمه من الكاهن ولا تتعلمه من التاني ولا لا ولا اللي واقع، يعني هتتعلمه ان انتوا تضربوا وتقعوا؟ لا، اتعلمه من السامري الصالح. عمل ايه؟ خد الرجل وضمض له جروحه ونظفها له ووداه فندق وقعده فيه ودفع أجرة الأيام اللي هيقعدها الراجل
وإيه واتطمن إنه بعد كده هيبقى كويس وسابه ومشي. أنت تفعل الخير مع إيه؟ مع الكل. يبقى أخوك هو أي إنسان، أخوك هو أي إنسان. إيه التعليم دي؟ عرفتها منين؟ عرفتها من الكتاب المقدس. لما قريت الكتاب المقدس الواحد بيشوف ناس بصراحة بيتعلم منهم، ألاقي مثلا واحد كلامها كله حتى هزار قصص من الكتاب المقدس وآيات، وبتقول الآيات ببساطة، بتبقى حاجة جميلة. الكتاب المقدس بقى حياة بالنسبة لها. عشان كده أما أقول لك إيه خطوات الكتاب المقدس، الأول اقرأ، يبقى الأول إيه؟ اقرأ. بعدين افهم، ما أنت ما تقراش وخلاص، افهم اللي أنت بتقراه. بعدين احفظوا، يعني احفظ. عشان كده احنا عندنا جزء من المحفوظات اهو، ماشي، محفوظات من كتاب مقدس. يبقى اقرا، افهموا، عيش يعني عيش الكتاب المقدس، عيش كلام ربنا ده. يعني انت بتقول ايه؟ احب عدوي واحب كل الناس ومش عارف ايه. انت لو بتحب كل الناس فعلا، لما حد يبقى معاك ما تهزرش عليه هزار يضايقه ويجرحه. يعني في كلام احنا بنشوفه انه عادي، لا، انت بتجرح اللي قدامك، بتضايقه. ده في ناس بتنتحر بسبب تنمر اصحابها عليها، ده في ناس بتقعد تعيط طول الليل بسبب ان فلان او فلانه قالت عليها كلمه، او اتريقت عليها، او اتريقت على شكلها، على لبسها، على طريقتها. ايه ده؟ عمال نجرح في بعض ونخبط في بعض، احنا مش واخدين بالنا. لا، عيش الكتاب المقدس. يبقى اقراه، افهمه، عيشه، احفظه، احفظ اجزاء منه. احفظ ايه؟ هقول لك بعد شويه برضه، بس الاول عايزين ناكد ان احنا الكتاب المقدس اساسي في حياتنا، ليه اهميه كبيره، بيحدد علاقاتنا ببعض، علاقاتي باصدقائي، علاقاتي باسرتي، علاقاتي بكنيستي، ببيتك يا رب طليق القداسة، ببيتك يا رب طليق القداسة. حتى لو انت عامل شغال في الكنيسة ليل نهار وبتبيت فيها، ما يليقش ان انت تدخن. يعني واحد بيزعل بصراحة، بس يعني طالما الواحد ملوش في ان هو يتكلم، لا خلاص، بس ادخن في بيت ربنا ما ينفعش. او انت طالب يعني بتجرأ ايه؟ ما ينفعش، غلط. ببيتك يا رب طليق القداسة، ماشي. تاني حاجة بقى، أمارس العبادة إزاي؟ من خلال الخلوة الروحية. الخلوة الروحية هي اختلاء الإنسان بربنا. أختلي بربنا إزاي؟ أختلي بربنا إزاي؟ بص يا سيدي، أنا بصحى الساعة مثلا 7 الصبح، معلش تعالى على نفسك نص ساعة واصحى 6:30، ابتدي يومك 6:30، اعمل ايه؟ اغسل وشك كده وقف، صلي اي كلام ابانا الذي، وقعد خد معاك الكتاب المقدس، اقرا فيه اصحاح، وقعد كده افحص نفسك. انا هبتدي هكمل هدفي ايه في الحياه، علاقتي ايه بربنا، عايز اطور فيها ايه، تصرفاتي الصح ايه، تصرفاتي الغلط ايه. ده بيطور من شخصيتنا. عيب قوي تلاقي واحد مثلا، معلش، من شاب على شيء شاب عليه. لو انت وانت من شاب على شيء شاب عليه، يعني لو من وانت صغير ما بتعلمش نفسك حاجه لحد ما تعجز وشعرك يبيض وتبقى راجل عجوز كده، هتلاقي نفسك عايش عيشه فاضيه. ما هو انت ما تعلمتش حاجه، ما طورتش في شخصيتك، وتلاقي نفسك عايز تعمل الحاجات اللي كنت بتعملها وانت صغير بس مش قادر. انت صحتك مش مساعداك، والناس من حواليك بقى اللي انت عارفهم مشيوا، واللي مات بقى واللي عمل بقى. فانت احذر احذر، خلي حياتك ليها قيمة. لازم تحط اهداف لحياتك وتحاول تحققها. طب انا احط الاهداف وانت قاعد في الخلوة دي؟ قيم نفسك وقيم اهدافك، مش حاجه روحيه بس. الخلوه دي فحص للذات، واحنا عارفين ان الانسان اللي يفحص نفسه ويعرف عيوبه ومميزاته ويحاول يطور من شخصيته، ده اسمه ذكاء شخصي، احنا عارفين ده. فالخلوه دي فرصه حلوه يا كرولوس، فرصه حلوه ان انت تفهم نفسك وتطور منها. ساعات الواحد بيتكلم مع ناس كبار وتحس ان عقلهم ادي كده اهو، وساعات الواحد نفسه يتصرف تصرفات يقول ما كانش صح يعمل، هو احنا صغيرين على التصرفات دي،
كويس كويس ان انت فاهم ان لازم تطور من نفسك وتعمل حاجات مناسبه. دي الخلوه الروحيه، ادي اهميتها، اني بطور علاقتي بربنا وبفهم نفسي وبطور شخصيتي. زي ما قلت لكم اختاروا الوقت اللي انتوا عايزينه اللي مناسب ليكم انتوا. يعني انا عن نفسي انا بيناسبني الحته اللي هي الوقت اللي قبل ما ابتدي شغل، يعني هي الصبح دي انا مناسباني قوي. حد فيكم يقول لا بالليل لما هم كله ينام عشان اقعد لوحدي، حد تاني يقول لا قبل ما اذاكر علشان احس انه ربنا واقف معايا، حد تالت يقول لا في وقت، كل واحد ايه ينظمها على حسب ايه وقته. بس الاصح ايه بقى؟ تبتدي يومك بيها. عارف بقى لما تبتدي يقول لك الفطار مهم عشان يديك طاقه لباقي اليوم، هذا الفطار الروحي اللي هيديك طاقه لباقي اليوم تتحمل حاجات كتيره هتقابلك خلال اليوم تبقى عايز تتحمل، ربنا يديك الطاقه بقى يديك القوه. يعني اعمل الخلوه دي ازاي؟ زي ما قلت لك كده، اختار مكان فاضي، وقت هادي، اخد معايا الكتاب المقدس، اخد معايا كتاب روحي، اقرا شويه، اصلي شويه، افكر شويه، تامل. دي الخلوه. ماشي حلو. ومن ضمن خلوتك حاول تحفظ حاجه من الكتاب الايه المقدس. احفظ ايه يعني من الكتاب المقدس؟ حاجات كتيره بقى ان شاء الله، حته ايه قد كده. كانوا يقولوا لنا ايه الايه اللي تحفظها اكتبها في حته ورقه صغيره وخليها معاك طول الوقت، كل شويه تطلعها وتبص تطلعها وتبص لحد ما تحفظها. طيب احنا عندنا محفوظات ايه سنه ثالثه ثانوي؟ عندنا نعظمك يا ام النور الحقيقي اللي هي مقدمه قانون الايمان، وعندنا رساله كورنثوس الاولى. طيب احنا كنا بنسال ايه المحفوظات، ف اول حاجه هنتكلم عنها مقدمه قانون الايمان. نعظمك يا ام النور الحقيقي، نعظمك يا ام النور الحقيقي، ونمجدك ايتها العذراء القديسه معايا، لانك ولدت لنا مخلص العالم اتى وخلص نفوسنا. المجد لك يا سيدنا ومالكنا المسيح، فخر الرسل، اكليل الشهداء، تهليل الصديقين، ثبات الكنائس، غفران الخطايا، نبشر بالثالوث القدوس، لاهوت واحد نسجد له ونمجده. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك. العذراء، العذراء ست العذراء تتوصف بانها حنونه، وانا سمعت كده من كذا حد يقول العذراء دي حنونه، يعني متنرفز منها انها حنونه فبتنشر الايمان لانها حنونه قوي، هي حنونه جدا. فالعذراء حنونه ووالده الاله، نسطور في وقت من الاوقات. نسطور ده كان بطرك، نسطور في وقت من الاوقات وهو بيوعظ بعد عيد الميلاد بيقول انا بستغرب هم المجوس ليه سجدوا للطفل يسوع، ده انسان عادي. بطرك يقول كده؟ بطرك يقول كده؟ لا، الكلام ابتدى ايه يوصل للبابا كرولوس عمود الدين في مصر. البابا كرولوس ايه؟ عمود الدين في مصر. ابتدى يوصل له الكلام ده. انت بتقول ايه؟ بتقول ان ما يتقالش على العذراء والدة الاله؟ ليه ما يتقالش على العذراء والدة الاله؟ لان المسيح وهو في بطنها مش اله، ده كان انسان عادي. بعد ما اتولد فضل انسان عادي لحد ما وقت من الاوقات اتعمد بقى ايه؟ ساعات يعمل المعجزات فيبقى اله، وساعات يعيط ويصلي فيبقى انسان. ايه اللي انت بتقوله ده؟ دي اسمها هرطقه، دي اسمها بدعه. تعالى تعالى، انت لازم يتعمل لك مجمع في افسس سنه 431، انت يتعمل لك مجمع ونقعد مع بعض احنا كرؤساء كنايس كتيره ونناقش الفكره بتاعتك دي. حاضر هاجي. امتى؟ تعالى يلا هاجي هاجي، بس اتعطلت شويه. امتى امتى امتى؟ المهم مرضيش يحضر الايه المجمع. فضلوا من شهر نوفمبر 430 ميلاديا لحد شهر يونيو شهر 6، يعني شهر 11 430 لشهر 6 431، ويقولوا له تعالى حاضر جاي. طب معلش عندي مش عارف ايه ومش عايز يحضر. المهم عملوا المجمع من غير ما ايه، من غير ما، بس المجمع ده كان في افسس، في افسس.
ناقشوا افكارهم، عايزين بس يناقشوه عشان لما يحرموه يبقى هم ايه بناء على حاجات وادله، اهو احنا مش بنحرم وخلاص. المهم قعدوا يناقشوا هو ايه، ازاي يعني ازاي العذراء مش والده الاله، انت ازاي انت بتعمل حاجه غريبه يا نسطور، بتعمل حاجه غريبه. الهنا حل في بطن العذراء اقنوم الروح القدس و الله الكلمه بقى جسد، فبقى انسان واله في وقت واحد بدون انفصال ولا لحظه حتى في وقت واحد. انت بتقول ايه بقى؟ بقول بقى هو لا، هو طبيعتين، طبيعه انسانيه وطبيعه الهيه، والطبيعه الالهيه ما ظهرتش غير بعد ما اتولد وبعد ما اتعمل، لكن هو في بطن العذراء هو انسان عادي ويعتبر زي نبي عادي وانسان عادي، وما يتقالش على العذراء والده الاله. غلط، كلامه غلط مش مظبوط. وناقشوا بقى الافكار بجد وصح، وده يعني عشان وقتنا يعني ومش في منهجنا فمش هنقوله يعني بالتفصيل ايه. عشان كده كرولوس عمود الدين، بابا كرولوس عمود الدين عمل نعظمك ايه، قال لك مقدمة الايمان، قانون الايمان اللي اتقال قبل كده لازم نحط له بقى مقدمة عشان نثبت بيه ايه، ان العذراء والدة الاله. فحطوا نعظمك يا ام النور الحقيقي، وانا شايفة واحنا بنقول لكلكم حافظينها حلوة قوي، راجعوا عليها تاني وهيجيلكوا اسئلة فيها اكمل، بس بيديك اختيارات. انت عندك 25 سؤال، 25 سؤال كلهم اختيارات، حتى اكمل هيجي الاختيارات بتاعتها، فدي هتبقى حاجة بتسهل عليكم ان انتوا تحطوا الاختيارات الصح. بعد كده المحفوظات بتاعتنا ايه؟ رسالة كورنثوس، رسالة معلمنا بولس لكورنثوس، الرسالة الاولى اللي هي ايه، اللي هي زي ما انتوا شايفين كده من اصحاح 13 من ايه 1 لايه 8. بصوا بيقول ايه، ان كنت اتكلم بالسنه الناس والملائكه ولكن ليس لي محبه فقد صرت نحاسا يطن او سنجا يرن. نحاسا يطن او سنجا يرن، يعني لو انا بتكلم احلى كلام ولدرجة الناس تقول ايه الملايكة ده، ايه الملايك ده، لكن انا ما عنديش محبة هبقى عامل زي كده ايه، آنية نحاسية، يعني حاجة كده عاملة زي النحاس، من النحاس فاضية من جوه، كل لما تخبط عليها تعمل صوت جامد قوي قوي لكن هي من جواها ايه فاضية. فانا مش عايز، احنا مش عايزينكم تبقوا مظهر بس ومن جوه فاضيين، او من جوه احنا نبقى مش حلوين، لا يبقى من بره شكلنا حلو ومن جوه كمان احلى، ماشي؟ طيب، وان ايه، وان كانت لي نبوه واعلم جميع الاسرار وكل علم، وان كان لي كل الايمان حتى انقل الجبال ولكن ليس لي محبه فلست شيئا، وان اطعمت كل اموالي، ساعات الناس بتطعم اموالها تفاخر، خدوا انا بدي انا بعمل انا مش عارف ايه، لكن تعالوا شوفوا بقى اللي بيدي من احتياجه ده، او بيدي وما بيقولش، ما هو ممكن ما يكونش محتاج عادي بس بيدي وما بيقولش، لكن واحد بيدي وعمال ويتفاخر، لا ده مش ايمان حقيقي، ده دي حاجه كده مظهريه، ما نبقاش كده احنا. وان اطعمت كل اموالي وان سلمت جسدي حتى احترق ولكن ليس لي محبه فلا انتفع شيئا. المحبه تتأنى وترفق، المحبه لا تحسد، المحبة لا تتفاخر ولا تنتفخ، ما تتكبرش ولا تقبح، ما تقولش كلام قبيح ووحش، ولا تطلب ما لنفسها، ولا تحتد، ما تغضبش، ولا تظن السوء، ما تفكرش في الناس بحاجة وحشة، ولا تفرح بالاسم، ما تفرحش بخطية حد أو خطية نفسك، بل تفرح بالحق، تحتمل كل شيء، تصدق كل شيء، ترجو كل شيء، تصبر على كل شيء، المحبة لا تسقط أبدا. وأما النبوات فستبطل، والألسنة فستنتهي، والعالم فسيبطل. اوعى تجري ورا المعجزات والتنبؤات. الإيمان الحقيقي، طوبى للذين آمنوا ولم يروا. الإيمان الحقيقي هو العلاقة الحلوة بربنا طول الوقت. المحفوظات اللي بعد كده برضو انجيل معلمنا يوحنا اللي هو ايه 14، اصحاح 14 من ايه 15 لايه 26، هقولها معاكم دلوقتي. عارفين
صلاة الساعة الثالثة، مش هنا لا، صلاة الساعة الثالثة، إنجيل صلاة الساعة الثالثة. متى جاء المعزي الروح القدس الذي سيرسله الآب باسمي فهو يعلمكم كل شيء، سلامي أترك لكم، سلامي أنا أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم، لا تضطرب قلوبكم ولا ترهب، سمعت إن قلت لكم إن أمضي ثم آتي إليكم، لو كنتم تحبونني لكنتم تفرحون، وقد قلت لكم الآن قبل أن يكون، حتى متى كان تؤمنون؟ لست أكلمكم كلاما كثيرا بعد، لأن رئيس هذا العالم آتي وليس له في شيء، لكن لكي يعلم العالم أنني أحب أبي وكما أوصني أبي هكذا أفعل. قوموا ننطلق منها هنا، أنا هو الكرمة الحقيقية وأبي الكرام، كل غصن في لا يأتي بثمر يقطعه، وكل ما يأتي بثمر وأنت من أجل الكلام الذي كلمتكم به إثباتوا فيا وأنا والمجد لله دائما أبداً آمين. دي الوحدة الإيه؟ التانية معايا شباب؟ الوحدة، الوحدة الإيه؟ عملت حاجة غلط؟ معايا؟ الوحدة التالتة بتتكلم عن إيه؟ آه الوحدة الثالثة بتتكلم عن قضيتين مهمين قوي معاصرين. الوحدة الثالثة شباب يا ابني يا يوسف، الوحدة الثالثة بتتكلم عن قضايا معاصرة اللي هي ايه؟ عندي قضايا من زمان ولحد دلوقتي هي موجودة، اسمها قضية الإلحاد، وقضية تانية اسمها قضية الإدمان. لو قلت لكم إنكار وجود الله إلحاد ولا إدمان؟ إلحاد. لو قلت تعاطي مادة بشكل مستمر وإذا لم تتعاطيها ستشعر بألم نفسية وجسدية، إدمان. طيب الإلحاد قديم وحديث، قديما كانوا شايفين انه ربنا مش موجود طالما انا مش شايفه، يبقى الالحاد قديما انكار وجود الله، الالحاد قديما انكار وجود الله لانه الشخص لا يؤمن بشيء لا ايه لا يرى. اما الالحاد حديثا بقى وفي الوقت اللي احنا فيه في انه لا انا مش بنكر وجود ربنا، هو موجود بس انا مش عايزه، رفض وجود او رفض اقامه علاقه مع الله، رفض اقامه علاقه مع الله، سيبني انا انت في حالك وانا في حالي. زي واحد ملحد بيناقشوه بيقولوا له يعني انت رافض وجود ربنا؟ قال لهم اه انا رافض وجوده مش عايزه في حياتي. فالالحاد قديما انكار وجود الله لانه لا يروه، لا بسبب ايه؟ عدم خضوعه للحواس. اما الالحاد حديثا فهو رفض اقامه علاقه مع الله. ماشي، ايه اسباب الالحاد؟ اسباب الالحاد اقول لك بقى اسباب الالحاد. اسباب الالحاد ايه هي؟ اولا الانبهار بالعلم و الاعتماد على العقل. تقولي طب ما حلو العلم جميل والعقل جميل، هقول لك في حدود لكل حاجة. العلم جميل بس يعني أحيانا الحقائق العلمية بعد وقت بيثبت عدم صحتها، وأحيانا علماء بيدعوا معلومات وهم بيبقوا كاذبين. يعني في عالم من العلماء ادعى إنه لقى يعني آثار وحفريات بتقول إن الإنسان أصله كان قرد وبعد كده اتطور وبقى شكل الإنسان، واتضح بعد كده إن العالم ده بيكذب، والعلماء اللي زيه هم اللي كذبوا اللي بيقولوه، مش الناس الروحيين ولا الناس المتدينين.
خلاص؟ يبقى مش كل حاجة العلم بيقولها هي صح 100%. وإحنا حتى لما بندرس بنقول العلم احتمالي. فأنت منبهر بالعلم قوي زيادة عن اللزوم كده ليه؟ مع إن في علماء ممكن يكونوا فاهمين غلط لأنهم بشر، في علماء بتبقى الحقائق بتاعتهم مش واضحة لأن مع الوقت بتوضح حاجات تانية، فما تنبهرش بالعلم بالطريقة اللي تخليه يغطي على الدين وعلى الإيمان. وكمان ما تنبهرش بقدرتك العقلية إن أنت خلاص أنا بستخدم عقلي بس ومش هستخدم حاجة تانية، طالما عقلي بيقول كده يبقى هو كده. ده الكتاب المقدس بيقولك وعلى فهمك لا تعتمد. تقولي يعني ما فهمش الأمور، ما فحص الأمور، ما شغلش دماغي. شغل دماغك بس خد بالك، وانت طفل صغير كنت بتشغل دماغك ان السكينة جميلة وكنت ممكن تاخدها وتعور نفسك. لما كبرت شوية عرفت ان ماما لما كانت بتشدها منك كانت خايفة عليك. فانت دماغك محدودة، معلش انت وانا دماغنا محدودة، مش كل حاجة هتخضع للفكر، وساعات في حاجات بتفهمها غلط ومع الوقت تقول ده انا فهمت غلط الموضوع ده. على فهمك لا تعتمد، خليك شخص عندك زي ما بتشغل دماغك شغل روحك. عشان كده يقول لك في ناس يقول ايه كل واحد شايف دينه صح، يعني من وجهة نظره دينه صح، بس احنا الهنا جوانا به نحيا ونتحرك ونوجد في عشرة، حاجة كده جوانا، حاجة مش عارفين نعيش من غيرها، روح قدس مزروع جوانا. فما تقولش بقى زي اي حد لا كل واحد وشايف دينه ما عرفش، لا احنا ده حياة الله، حياة بالنسبة لنا حياتنا خلاص. فاحنا بنتكلم دلوقتي على ان الالحاد الواحد بقى سببه بيبقى انه منبهر بالعلم ومنبهر بعقله، الى جانب في حاجات بصراحة ساعات بتخلي الناس تعصر. اما اروح الكنيسة والاقي شباب بيتخانقوا مع بعض في الكنيسة، اما الاقيهم مش قاعدين جنب بعض قعدات مش ظريفه، ايه ده الكنيسه يا جماعه ببيتك يا رب طليق القداسه، انا اعمل ايه؟ ما انا هعصر، هو فين ربنا ده سايبهم يعملوا كده ليه؟ فاهمين؟ ففي حاجه اما الاقي خادم ولا خادمه بتعمل حاجات غلط، تتكلم غلط، بتجيب في سيره الخدام التانيين، هقول لكم على حاجه، هقول لكم على واحد أعصر بس مش السبب الكاهن، السبب هو نفسه فهم غلط. أقول طب ممكن نسكت؟ في بنت بتقول لي يا ميسا أنا مش هقرب من ربنا. قلت لها ليه؟ قالت لي في كاهن قال عظة وقال إن أنت لما بتقرب من ربنا الشيطان بيقرب منك وبيحاول يجربك علشان تبعد عن ربنا. قلت لها أكيد أنت سمعتي من ناحية واحدة، ما ركزتيش انه انت وربنا معاكي مش هيقدر عليكي، الشيطان مش هيقدر. طب ما انتوا شفتوا لما قلنا لاجئون والشيطان مسيطر على الراجل وكميه شياطين كتيره، انتوا كل ما تسيبوا نفسكم للعالم وللشهوات بتاعتكم وتبعدوا عن ربنا كل ما الشيطان يلاقي البيت مزين وحلو وجميل ويقعد فيه. لكن لا اوعى تفتكر كده، هو كده كده انت بتتحارب يعني، معلش عشان في ناس بتقول ايه ما ابليس الا بني ادم وكده والافكار بتيجي من الانسان، لا بس فيه افكار كمان بتيجي من الشيطان والشيطان موجود، احنا عالم الروح موجود يعني. فخد بالك انت لوحدك هتضيع، لازم يبقى معاك ربنا. بس احيانا بنعصر، احيانا بنعصر عشان ممكن اكون رحت مثلا كورس اتعمل في الكنيسه فروحت مره وما كملتش، او سمعت اول جزء من المحاضره وما رحتش الجزء الثاني فما الفكره ما كملتليش. انا حاسه نفسي من الشيطان ومن الافكار الوحشه ومن العالم ومن الشهوات والمتاعب والضيقات، كل ده حاسه نفسي بوجود ربنا معايا. فعشان كده احنا بنقول الالحاد اسبابه كتير، لكن كمان انا عندي حاجات كتير اقدر اواجه بيها انه افضل مع مين؟ مع ربنا. انا بحب لفظ المعيه ده، معي انت، معايا، معايا وانا خاطي، معايا وانا كويس، معايا وانا وحش، معايا في كل وقت، معايا وانا ضعيف، معايا وانا قوي، في اي وقت، في الشغل، في الشارع، معايا في كل وقت. المعيه دي اهم حاجه، ان ربنا يبقى معانا.
بالمعية والممارسات الروحية في لوباتير هتلاقي نفسك بتهاجم أو بتدافع عن نفسك ضد الأفكار دي، وكمان ما بتدخلش في حوارات ومناقشات أما المجادلات الغبية فهرب منها. في حاجات بندخل نفسنا فيها وإحنا مش فاهمين. الإدمان بقى أسباب الإدمان، عايزة أجرب عايزة أصل خدوا بالكوا، الإدمان نوعين، إدمان عضوي وإدمان سلوكي. إدمان عضوي وإدمان سلوكي. الإدمان العضوي حاجة مخدر أو عقار أو لو يقولك الدواء اللي بيجيبوه بتاع الكحة ولا كلة ولا معرفش حاجات بقى، ولا الحشيش، دي حاجات طبيعية، يقولك دي حاجات طبيعية. فنجرب اهو، نجرب دي الباب الموارب، الباب الموارب نجرب دي. ده انا باخدها وانا مش ما عنديش مشكله، يعني مش مسيطره عليا. هتسيطر عليك مع الوقت، هتسيطر عليك. بلاش نجرب، بلاش نتعامل مع ناس بيعملوا الحاجات دي وشايفينها بسيطه، هنتعلم منهم. ما هو الصديق الصديق مرايه صديقه يعني. بصوا بقى يا شباب، يبقى احنا عرفنا ان الادمان اسبابه كتير، زي الاصدقاء، زي ان انا عايزه اجرب، والإدمان سلوكي وإدمان عضوي. طب الإدمان العضوي قلنا إن أنا بتناول حاجات مخدرة كده وبتأثر على جسمي، على أعضاء جسمي يعني، ولو ما كملتش وأخدتها تاني بحس إن أنا تعبان نفسيا وجسديا. لكن في حاجة تانية اسمها إدمان سلوكي، زي الإنترنت، زي إدمان الإنترنت، وزي الإدمان الجنسي، ان احنا بنتفرج على مواقع او على صور لا تليق يعني. خلاص. طب اعمل ايه؟ اواجه ده ازاي؟ برضو اواجه ده بان انا اقرا كتاب مقدس، يبقى في صله قويه مع ربنا، بان انا اتناول كتير، بان انا اعترف ومارس الحياه الروحيه. الوحده الرابعه بتتكلم عن الكنائس الاثريه. اثريه هتلاقي الكنائس موجوده وابتدت تتبني من اول القرن الاول الميلادي، خلال القرن الاول والثاني والثالث الميلادي هتلاقي من اوائل الكنائس الاثريه كنيسه ابو سيفين الاثريه اللي في مصر القديمه، وكنيسه ابو سرجه، وكنيسه حاره زويله، بس اول واحده بتاعت ابو سيفين. الاديوره هتلاقي اول دير في مصر والعالم كله دير ابو سيفين، سوري، دير الانبا انطونيوس، دير الانبا انطونيوس. طيب بنتكلم دلوقتي عن ايه؟ بنتكلم عن المجالس المسكونيه. يعني ايه مجالس مسكونيه؟ مسكونه يعني ايه؟ احنا عايزين نتعاون مع بعض وعايزين نقرب مع بعض كطوائف مسيحيه، مش عايزين يبقى في فروقات وفي اختلافات. فنعمل ايه يعني؟ كل واحد يتغاضى بقى عن افكاره العقائديه وكده، لا، كل واحد يحتفظ بالهويه بتاعته ويحافظ عليها، لكن كمان يبقى في تبادل للاراء، حوار ايجابي، انفتاح على العالم، ما نبقاش منغلقين ومش فاهمين حاجه حوالينا. فبنعمل حاجه اسمها مجالس، نقعد مع بعض، يا اما على المستوى المحلي، المحلي اللي هو مستوى البلد، مستوى البلد يعني الطوائف اللي موجودة، زي ما حصل في مصر سنة 2013. حصل ايه؟ انه عملنا مجلس مسكوني في الكاتدرائية هنا في مصر، محلي او اقليمي، وده حصل في لبنان. اقليمي بقى على مستوى الدول ايه اللي موجودة في اقليم الشرق الاوسط ده، او عالمي، عملنا مجلس سنة 1948 عالمي في جنيف في سويسرا. تمام؟ فدي المجالس المسكونية اللي بتحاول تقرب وجهات النظر ايه مع بعض، لكن مع الاحتفاظ بالهوية الخاصة بكل ايه، بكل فرد يعني، او بكل طائفة يعني. ماشي؟ طيب الوحدة اللي بعد كده اللي هي الخامسة بتتكلم عن ثلاث موضوعات أساسيين في حياتنا، ثلاث قيم لازم يبقوا موجودين في حياتنا. قيمة العفة،
قيمة النجاح الزواج المسيحي، قيمة العفة، والعفة شاملة، يعني ما تقولش أنا عفيف البصر بس وتعمل حاجات، لا، عفيف من حيث البصر وفي الذهن والقلب والجسد، فعفيف في كل حاجة. إيه هي العفة؟ الامتناع، الامتناع عن الشهوات، عن الرغبات، والارتقاء، يعني أبقى شخص راقي يعني. خلاص؟ طب اللي وصلني لكده، أنتوا عارفين اللي وصلني لكده، كونوا قديسين كما أن أباكم قدوس. يعني عايز تبقى إنسان حلو وطاهر ونقي، شوف شوف إلهك عمل إيه. طب انظروا إلى نهاية سيرتهم فتمثلوا بإيمانهم. شوف يوسف عمل إيه وحصل له إيه. يوسف البار عمل إيه؟ هرب من مرات فوتيفار وحافظ على نفسه، وكان شخص عفيف، مع إنه هو تعرض للأذى لما عمل كده. يعني لو كان سمع كلامها كان فضل مثلا ما دخلش السجن مثلا، لكن هو عمل إيه؟ قال كيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطأ أمام الله. خلاص، فربنا بقى إيه؟ يبان إنه هو حصل له شر، لكن هو حصل له خير، اتسجن خير. طب بعد كده كله طلع المسجونين حواليه وهو خير، بس بعد كده بقى وزير، صح؟ وزير مصر، وكان عنده حكمة. ما خدوا بالكوا، الطهارة والنقاء بيدوا الواحد ذهن نقي وصافي وعارف يفكر وعارف يتعلم وعارف يتعامل وعارف ينمي من نفسه ومن مهاراته. المهم، على عكس بقى مين اللي وقع وحالته؟ شمشون. شمشون كان بيجري ورا شهواته الجنسية لحد ما حب واحدة، ده الواحدة اللي حبها دليلة دي كانت بتخدعه، وهو عرف انها بتخدعه، وكل شوية تقول له قوتك فين، يقول لها فتجرب وتجيب ناس ويشوف الناس ويسمع كلامها برضو ويرجع معاها برضو، فكان معمي خالص، شهوته كانت عمياء خالص، لحد ما طبعا ايه اتقبض عليه وفقعوا له عينيه وراح حد الأسرع اللي فيه وهو مات. يعني ايه ده؟ ايه اللي وصلك لكده؟ ليه توصل لكده؟ هي العفة توصل للحكمة، والحكمة تخلي الواحد كده في مركزة، في مرتبة حلوة، وطبعا الشهوة بقى، وان واحد ما يبقاش عفيف يروح ورا الشمس يعني. ماشي، دي العفة. بعد كده الايه؟ النجاح. هو ايه يعني؟ ايه نجاح؟ يعني ايه واحد نجح؟ يعني نجح ان هو يوصل للهدف اللي هو حطه لنفسه. لازم الهدف يبقى ايجابي، مش هدف ان انا اعمل حاجة وحشة، الهدف هو شيء ايجابي، شيء كويس. فالنجاح هو اللي انا اوصله. طيب اوصل للنجاح ازاي؟ حدد اهدافك، شوف انت عايز ايه عشان تعرف توصله. مش اقوله انا عايز انجح، طب نجح رايح فين؟ لا انا رايح انجح، طب لايه؟ حدد انت عايز ايه. عايز كل حاجة، نجح في كل حاجة، لا حدد وحط أولويات وحط وقت ونظم وقتك وطور من مهاراتك. يعني عمال تقول لي أنا بفشل في كل، طب ما أنت مش بتطور من مهاراتك، ما تطور. يعني إيه أطور من مهاراتي؟ خد كورسات وإقرأ كتير وطور من نفسك واسمع مشورة اللي حواليك، تمام؟ ده النجاح. إحنا عندنا النجاح بقى في المسيحية نعمة من عند ربنا، يعني اللي هو انا وكل حاجه رجعها بقى ربنا. يعني هو عمل، ربنا هو السبب، هو اللي عمل معايا كده. مش بقولها، ده فعلا بتبقى كده، بيبقى احساس حقيقي. فاحنا عندنا النجاح هو نعمه من الله كمسيحيين، لكن عموما تعريف النجاح في الحياه العاديه هو بلوغ الاهداف. ماشي. طيب دلوقتي احنا عندنا الزواج المسيحي اسمه سر الزيجه. يعني ايه سر؟ مين يعرف يعني ايه سر؟ يبقى السر هو ايه؟ شيء غير منظور من خلال وسائل منظورة. الروح القدس بيعمل بطريقة غير منظورة. طيب انتوا لو شفتوا الزواج المسيحي بيحصل فيه ايه؟ اول حاجة بتبقى خطوبة، ولما سألوا بعض الناس قالوا لهم ايه اكتر حاجة في المسيحية بتعجبكم؟ قالوا إنه لما بيدخلوا على سر الزيجة، قبل ما يدخلوا على سر الزيجة بيعدوا نفسهم إعداد كويس،
بيبقى في فترة خطوبة فيها دراسة وفيها حاجات وكورسات بياخدوها، فبيعدوا نفسهم للحاجة دي. فأول حاجة الخطوبة، تقعد فترة الخطوبة يتعرفوا على بعض، عشان كده مش أي واحدة اتخطبت ولا أي واحد خطب يبقى خلاص لازم أكمل. طب أنت مش مرتاح، أنتوا مش شبه بعض، أنتوا تعبانين مع بعض، مش زي بعض، في الشوافق، لا لازم أكمل، حرام هسيبها، طب هسيبه، طب مش عارف إيه، لا مفيش حاجة اسمها حرام مش حرام. فترة الخطوبة فترة تعارف، تعارف، ما الدنيا ما كانتش مظبوطة مع بعض، لا ما دي ما فيهاش حرام. يعني لو كل واحد هيصعب علينا كل واحد هيتجوز كتير قوي يعني، ماشي. ففترة الخطوبة، بعد كده فترة اللي هي ايه، المحضر، كتابة المحضر، ده الزواج المدني. الزواج المدني اللي هو زواج الدولة، يعني احنا قدام الدولة كده زوجين، بس احنا لسه مش زوجين. امتى نبقى زوجين؟ في سر الزيجة، اللي هو بيروحوا الكنيسة وقدام المسبح هما الاتنين بيسجدوا قدام المسبح ويحل الروح القدس، ما شفناهوش، ما هو مش متشاف، ده سر. بس مين اللي بيمارس الطقوس دي؟ الكاهن، لازم الكاهن يبقى موجود يحل الروح القدس، فيحول الاتنين جسد ايه؟ جسد واحد، ماشي؟ طيب ده سر الزيجة. احنا دلوقتي يا شباب عرفنا ان الامتحان بتاعنا هيبقى 25 سؤال، وكل الاسئلة اختيار من متعدد. هناخد نموذج للامتحان كده ورا، وهنحاول نجاوبه مع بعض ونشوف احنا استفدنا بقى من الحصة ولا لا. عندنا نموذج لامتحان، امتحانات جت قبل كده في الدين او التربية الدينية، زي ما قلت لكم هيبقى 25 سؤال اختيار من متعدد. السؤال الاول، واحد من رموز الصليب في العهد القديم حطب محرقة اسحاق. انا بقول الاجابة على فكرة، لا ما حدش هيجاوب عشان عاملين دوشة، ولا تجاوبوا بس بالراحة، اللي يجاوب يجاوب في المايك. طيب هقول وتجاوبوا، بس مش واحد يسيطر على المايك، يعني دول بعض. طيب بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. عندنا نموذج لامتحان جه من سنين، يعني او جه السنه اللي فاتت، لا السنه، ده نموذج امتحان للدين. اول سؤال، من رموز الصليب في العهد القديم، نقط، حطب محرقة إسحاق ولا فلك نوح ولا عصا هارون ولا عصا موسى ولا شورية هارون؟ اتفضل. سامح هارون، الإجابة حطب محرقة إسحاق. لا الصوت تاني. سامح، المايك مش شغال. سامح هارون، الإجابة حطب محرقة إسحاق. حطب محرقة إسحاق صح. طيب السؤال اللي بعد كده، نبشر بالثالوث، نقط، لاهوت واحد، نسجد له ونمجده، يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك، امين. تفضل. الثالوث القدوس. ايوه الثالوث القدوس. الو الو الو، معلش هم عايزينهم يجاوبوا. اجاوب انا على طول وخلاص، انا مش بسالكم انتوا. الو، اجاوب انا؟ الو الو، يا عيال مش بسالكم انتوا، والا ايوه بسالهم هم. الو 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 الو، الو تست، الو تستك، ممكن تبقوا تبدلوا المايكات مع بعض. طيب احنا معايا السؤال رقم اتنين، قلنا نبشر بالثالوث، نقط، لاهوت واحد، نسجد له ونمجده، يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك، امين. هتبقى الاجابه ايه؟ مين عارف؟ ها خدي قولي. دال القدوس، اللي هي القدوس. تمام. رقم ثلاثة، تصلي الكنيسة صلوات اللقان في ثلاث مناسبات كنسية، هي أنهي واحدة؟ من الجيم، برافو عليك يا كاترين، جيم، اللي هي إيه؟ عيد الغطاس، خميس العهد، عيد الرسل. أربعة، هرب يوسف الصديق من بيت فوتيفار تاركا ثوبه مسرعا إلى حفظ عفته وطهارته،
المقصود بالهروب هنا جيم اللي هي هروب مغبوط ومطلوب. خمسة، الإلحاد المعاصر هو رفض العلاقة مع الله ويرى أن دال وجود الله يهدد وجود الإنسان ويزعجه. ستة، الكتاب المقدس هو الغذاء الذي نحيا به حتى الوصول إلى السماء وهو يشرح لنا طريق الخلاص. قولي كاترين بيه صح، في العهد القديم والعهد الجديد معا. سبعة، إن كنت أتكلم بألسنة الناس ونقط ولكن ليس لي محبة فقد صرت نحاسا يطن أو سنجا يرن. الملائكة تمام. تمانية، أهم الصوت الشباب. تمانية، أهم خصائص أجساد القيامة للأشرار. جميع ما يلي ما عدا إيه؟ برافو. جيم، أجسام روحانية. أجسام روحانية معناها إن الروح القدس بيقود الأجسام دي وإن شبه ربنا. فأجسام روحانية هم لا مش هيبقى عندهم أجسام روحانية مليانة بالروح القدس. في تسعة، في ذلك اليوم يكون مسبح للرب في وسط أرض مصر وعمود للرب عند تخومها. تحققت نبوة إشعياء النبي هذه على مسبح دي هالمي دير المحرق بأسيوط. تمام. عشرة، من الأعمال الإلهية للسيد المسيح له المجد إنه قام بعمل الخلق. يتضح ذلك في معجزة مايك مع مين؟ شفاء المولود أعمى صح. 11، من مبادئ التنشئة المسكونية. يعني إيه تنشئة مسكونية؟ يعني إحنا تربينا على إيه؟ إيه المبادئ اللي إحنا تربينا عليها عشان نبقى سكن واحد أو نبقى قريبين من بعض. تمام؟ جميع ما يلي معادة الاستماع. برافو. دال زوبان. زوبان كل كنيسة داخل الأخرى وضيعها وياك. لا ما ينفعش نعمل كده ونقول إحنا كلنا واحد ولا الدنيا ما تبقاش كده. 19، نعظمك يا أم النور الحقيقي ونقط أيتها العذراء القديسة. ونمجدك ألف. إدي مايك خليه معاكي. تمام. إحنا إيه 13، من المهارات الحياتية التي تساعد على النجاح. ها، أعتزل الناس بقى وأكرهكم كلكم ولا إيه؟ دال، مين قال دال؟ التواصل الفعال والحوار الناجح. 14، للعيش في حياة الطهارة لابد من محاربة الأفكار الشريرة عن طريق الصلاة السهمية اللي هي إيه؟ اديها المايك هنا. قولي هو ايه؟ به اللي هي يا ربي يسوع المسيح اعني اللهم ارحمني انا الخاطئ. برافو. يا ربي يسوع المسيح اعني اللهم ارحمني انا الخاطئ. خمستاشر، الروح القدس العامل في سر الزيجة هو الذي يعمل على اتحاد الزوجين برابط إلهية مقدسة. يعمل على اتحاد الزوجين برابطة إلهية مقدسة أبدية. 16، لكل شيء زمان والكل أمر تحت السماوات وقت. صنع الكل حسنا في وقته. توضح الآية مفهوم به تحديد الأولويات. صح، تحديد الأولويات. 17، وليكن ليفهم العالم أنني أحب أبي وكما نقط الآب هكذا أفعل. ها؟ أوصاني. شاطر، أوصاني. من أمثلة لأناس اختالوا مع الله، يعني اختالوا خلوة يعني وذاقوا الخلوة معه. مين؟ مريم أخت العازر. مريم أخت العازر. برافو. 19، الإدمان يؤثر سلبا على الجانب الروحي للإنسان حيث يؤدي إلى السقوط في خطايا متشعبة. برافو. السقوط في خطايا متشعبة. بصوا يا شباب، الإدمان تأثيره سلبي على الجانب الروحي يخليني أغلط كتير، خطايا كتير، وأهمها السرقة.
مع انك تبقى كويس وزي بس بقى هو محتاج فلوس طول الوقت فيسرق ويكذب، فدي خطايا متشعبة. الاثار الجانبية اللي على الجسم انه بيبقى ضعيف وفقد الشهية وبيبقى شكله باين عليه، الوش نفسه باين عليه والجسم والهزلان وعدم القدرة على اي مجهود، مش قادر يعمل مجهود. ده الجانب الجسمي. الجانب الروحي عنده قلق وتوتر وتمرد وغضب، ده جانب جانب نفسي. يبقى نفسي وجسدي وروحي. اللي هي لا، الشعور بالعبودية ده نفسي، ده نفسي في المنهج بتاعك جايبها نفسي. هو شاعر بالعبودية، شاعر ان في حاجة مسيطرة عليه مش عارف يتخلص منها، عبد للإدمان ده، للعقار اللي بياخده ده او للمخدر ده. تمام. 20 صار السيد المسيح له المجد هو الكاهن والذبيحة في آن واحد. ألف بالصلب، هو اللي بيقدم نفسه، فهو كاهن وذبيحة. ألف اللي هو الصلب. هو كله بيطبع على مسك المايك. 21 خلاص بقى دال. اسمعوا. كان البابا شنودة الثالث وطنيا غيورا وقوميا عربيا من الطراز الأول، ومن أقواله الرائعة في حب الوطن: مصر ليست وطنا نعيش فيه بل وطنا يعيش فينا. برافو دال. مصر ليست وطنا نعيش فيه بل وطن يعيش فينا. معايا أقول السؤال اللي بعد كده. 22 عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد، تشير الآية إلى التجسد. التجسد، برافو. 23 بسبب حياة الشهوة والخطية فقد قوته وقلعت عيناه وقيد بالسلاسل وصار ذليلا. جيم شمشون الجبار. شمشون الجبار. من علامات المجيء الثاني جميع ما يلي ما عدا ألف سامح هارون. ألف ظهور علامة ابن الإنسان في السماء، لأن دي أحداث مش علامات، دي أحداث حصلت، فدي مش من ضمن العلامات. 25 مقدمة قانون الإيمان أقرها مجمع أفسس سنة 430 برئاسة البابا كرولوس عمود الدين. شاطرين، برافو عليكم، ربنا معاكم.